السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مساء النور الأخوات الإخوان أتمنى تكونوا على خير وبخير الله معكم دائما طيب كريم من مدينة فاس وطبعا مغربي اليوم إن شاء الله كما تعودنا أننا نلتقي وهذا اللقاء يكون هو آخر لقاء فات السنة فات السنة اللي إن شاء الله من خلاله غادي نبداو سنة جديدة إن شاء الله الاسبوع المقبل نتمنى تكون بدايه خير على جميع الامه المسلمه والمغاربه وكذلك نحن هذا الفريق الرائع اذا كما دائما نقول انه كل بدايه الا وكتكون فيها واحد النوع من يعني الطمانينه على الاشياء اللي حنا غادي نكونوا فيها كاملين والدور ديالنا هو اننا نوصل لكم كل ما هو جميل وكذلك كل الاشياء اللي كيمكننا نكونوا فيها يعني حريصين على عدم ارتكاب الاخطاء وبالتالي اللقاء ديالنا كيكون دائما كينحصر في هذا الاتجاه هذا هذا أه كما تعودنا غادي نتعرفوا شكون هما حنا بصفه عامه يعني شكون هما حنا حنا هما واحد واحد المقاولين الشباب كنسميو راسنا شباب إنما مهما اختلفت الاعمار ديالنا لانه هو الجسد هو وعاء للروح والروح ما عمرها كتشرف دونك حنا دائما شباب واللي بغى يقول انا شرفت هذيك المسؤوليه هذاك مي حنا دائما شباب والحمد لله ومن خلال هذا الوعاء اللي هو كيحمل هذا الروح اذا كنا كنجريو باش نكونوا اشنو كنحافظوا على الصحه ديالنا كذلك يكون عندنا واحد الدخل ايجابي واللي هو كيحفزنا للحياة ديالنا وكذلك أننا ننتقل من الواحد المجال اللي هو الحرية في العمل وكذلك الحرية المالية إذا هذا هو لو كونتكست ديالنا كامل أنه كيتفرق عليه لثلاث الصحة وكذلك واحد الدخل قار وكذلك لما لا نمشيو للحرية المالية وكذلك العملية إذا البروغرام ديالنا هو فيه 30 دقيقة بساهل ماهل. كان اش كنديروا حنا كذلك هاد الشركة اللي غتكون الرفيق ديالنا وشنو هما المنتجات ديالها وكذلك اشنو غيمكننا نربحو فيها وكيفاش يمكننا نشتغلوا في هاد الشركة هادي اذا كما دائما كتعرفوا انه هذا واحد الكاتب اسيوي اللي هو روبرت كيوزاكي ومنو كنستمدو يعني كاع الافكار ديالنا لان فعلا اعطانا واحد جوج كتب اللي فيقنا وعرفنا شنو هي الحياه الماليه بصفه عامه اللي هو بير بغ... اللي هو الاب الغني والاب الفقير وكذلك لونتربريز او المقاوله ديال القرن الواحد والعشرين واللي اعطانا واللي عطانا واحد الحقيقه مره اللي كنعيشوها كاملين اللي هي حياتنا احنا كاملين اللي هو ذاك العمل من 8 ونص ل 4 ونص اللي كيمثل 95% وما فقط يقايدونا المال مقابل الوقت وخمسة وخمسة مية ف... وخمسة في المية فقط بغاش تخرج لأنها هي صعيبة جي شوية خمسة في فقط هم من يستفيدون بديك الحرية المالية وحرية الوقت دونك غادي نشوفوا كيفاش غيمكننا نتخلصوا تحنا من هاد العنكبوت اللي شدنا كاملين باش يمكننا نكونوا نحيدوا من الخمسة وتسعين ونمشيو للخمسة في المياه. واكيد على انه هذا المجال هذا ما غادي يمكننا نلقاوه الا في تسويق العلاقات يعني لان تسويق العلاقات فيه واحد المجال اللي هو سهل وكذلك كيطلب منا فقط شويه الصبر لكن ما كيطلبش منا شواهد ما كيطلبش منا واحد الكفاءات لان يعني اللي كيطلبوا منا هو كنعرفوا نديروه كاملين دونك لاحظوا معايا ان هذا المجال هذا فين وصل اللي حد الساعه 22 الف شركه اللي كتشتغل في هذا المجال واللي كتمثل شحال الشيفر افير ديالها كيتعدى 186 مليار دولار دونك راه ماشي سهله وكذلك راه ماشي غير حنا اللي منخرطين في هذا المجال وانما راه 128 ما يفوق ال 128 مليون موزع وموزع اذا راه ماشي غير انت ولا عاد انت ولا غا... ربما انت اللي غنبداو بيك او انت اللي غنبداو بيك فبالعكس انه 128 مليون راه ماشي سهله على الصعيد العالمي دونك هادشي اه... كيستحق على اننا نكونوا في هذا المجال اذا باش ن... كذلك باش نزيدوا نطمئنوا اكثر لاحظوا معايا ان في هذه هات السنه هذه 18 الشركه فقط في الف. 18 شركه ديال التسويق العلاقاتي اللي قدرات على انها تفوت في الشفر دافير ديالها السنوي واحد البليون دولار او واحد مليار دولار دونك هاد 18 شركه لاحظوا معايا سنطوا مزيان انها شركه وحده فقط اللي هي كدير المنتجات والباقي كله الفيرتويال اللي كيقول لك حط الفلوس تاخذ الفلوس دونك شركه وحده فقط في 18 شركه اللي فاتت المليار دولار ديال المداخل ديالها شكون هي هي هاد الشركه اللي كنتعرفوا عليها اللي كنتميو لها حنا وبالتالي كان كنعرفوا بانه ما غيمكنش هاد الشركه تكون كتصدر في هات الشركات اللي هما كما كنعرفوهم حط فلوس تاخد الفلوس فقط شركه واحده اللي المنتجات اللي هي كاينه في المجال هذا هذا كما كنعرفوا انه هاد الشركات او هاد التسويق العلاقاتي كيخضع لواحد الانظمه او لواحد الجمعيات اللي هما بحال دي اس ا وبحال اف فيديك اللي هما كيظهروا دائما على حمايه المستهلك والموزع دونك هاد المجال اللي كيمشي باش ما كيمشيش بالطريقه القديمه ديال يعني الاشهار عبر التلفاز او عبر الجرائد او عبر الميديا او لي بانو لكن كيمشي عن طريق من الفم الى الاذن يعني الطريقه السهله البسيطه اللي كان على هادشي قلت لكم بان الطريقه اللي كنطلب منا ما كيطلبش منا شي حاجه كبيره ان كنا كنعرفو نديروها كنا كنعرفو نعاودوا الا سالت دابا شي واحد فيكم في مدينه معينه انا مثلا في فاس الا سالت شي واحد في الرباط ولا في كازا ولا الناس اللي معنا وقلت له عافاك راني <سؤال> في الرباط وبغيت ناكل في شي مكان اللي هو نقي وامن اكيد على انه غيعطيني السميه ديال الريستورون وغيعطيني السميه السيرفور وغيعطيني الاكله علاش لانه ديجا هو مشى وجرب اذا شنو العمل ديالنا هو هي هذه ان خذ وجرب وعاود الناس وبارطاجك مع الناس وهو اصلا هذا المجال ديال التسويق العلاقاتي اللي هو كيمشي دوبوش على اللي عندنا فيه جوج ديال الطرق او ثلاثه كيمكن لك تبيع اونلاين كيمكن لك تبيع دوما اما كما كنديروا داك اللقاءات الاسريه اللي كتكون في اخر الاسبوع كتعرضي على صحاباتك ولا كتعرض على صحابك وكديروا واحد واحد الكافي واحد الجليسه ومن بعد كتبارطاجي معاهم ذاك البرودوي وكل واحد كياخذ منتوج منتوج او كتبيع اونلاين كما كما تكلمنا او لا كنديروا اشنو كنديروا العمل اللي حنا ديجا حنا فيه هو كان انا كنخلقوا واحد الشبكه ومن خلالها كنبداو كنوسعوا وكنكبروا وخصوصا على ان الاسلوب العمل ديال هاد الشركه هذه اللي هو القوه ديالو فين كاينه هو داك لي في دو كما كتشوفوا هذاك السيد اللي هاز هذيك الحديده هز بها داك داك الصخره اكيد على انه لو ما كانش عنده داك لا بويسونس داك القوه اللي هي شنو هي اللي كما كتشوفوا امامنا هاد ثلاثة ديال ديال الصور اللي فيها الفوق كل واحد يعني غادي ينشؤوا بثلاثه بهم ان هذاك الشخص اللي جبتي انت غيجيب غي ناس انت ما كتعرفهمش وهذاك السيده الثانيه غتجيب حتى هي اشخاص اللي انت ما كتعرفهمش وما كيعرفهمش حتى الاخر وهكذا وكنصبحوا في ظرف وجيز اننا كنمثلوا واحد القوه كبيره اللي كيمكننا نزيدوا بها الامان من خلال هذا العمل هذا دونك هذا فقط بغينا نبينوا شنو هي الطريقه والعمل والاسلوب اللي حنا كنشتغلوا به كيفاش يعني باش نعرفوا قوته وكذلك السلاسه ديالو والبساطه ديالو وهنا كنفهموا بانه هذا الشيء اللي اللي عطيتك كله ما كيطلب لا شهيد ولا ديبلومات ولا حتى شي حاجه فقط على اننا خصنا نكونوا كونسونطري ويكون عندنا شويه ديال الصبر ولا باسيونس واكيد على اننا نوصلوا ومن خلال هذا العمل هذا كنبداو اش كنديروا كنزرعوا بذره وراء بذره وكيبدا الانتاج ديالنا والمنتوج ديالنا كيبدا كيتزاد والدخل ديالنا تدريجيا وبالتالي كنمشيو لواحد شويه الوقت اللي هو كيطلب شويه الصبر واكيد على انه غادي نكون عندنا في الاخير واحد شي حاجه اللي هي ممتازه اللي من خلالها اللي من خلالها يعني هذا العمل هذا كيخول لك على انك تسافر بدون ما تشوف في الجيب ديالك شنو فيه كذلك كيعطيك يعني داك ال... يعني داك ال... واحد اللقاءات اللي كتكون اسريه ولا مع الاصدقاء في اماكن متنوعه وفي اللي كتبغيها انت ودائما يعني كيزيد بك انك تحقق الاحلام ديالك اللي انت حلمتي تكون عندك واحد المنزل وحلمتي تكون عندك واحد السياره ولكن من خلال ذاك العمل ديالك اللي انت فيه صعيب وصعيب جدا على انك توصل لهذا الشيء هذا ولكن بهذا العمل هذا اكيد على انه يمكن لك تسافر وتمشي وكذلك تحقق الاحلام ديالك كيف ما كانت لا من ناحيه كيف ما كان السن ديالك سواء كنت كبير او كنت صغير وكيمكن لك تسعد بالحياه ديالك مع الاحفاد ديالك وهذا الشيء كله كان باش كنجيو بهذا العمل البسيط اللي كنبداو به كنزرعوا بذره مورا بذره واكيد على انه في الاخير غتكون عندنا واحد النتيجه اللي هي غتخولنا اننا ننطلقوا الحريه الماليه وكذلك العمليه اذا الان هذا العمل باش ديرو بوحديتك اكيد على انه كيطلب منك واحد المجهود واخا تمشي دير سوسيتي ديالك بوحديتك كيبقى النجاح ديالك كيبقى ما عندكش يعني فيه واحد اليقين 100% ولكن لما كتجي لواحد السيستيم واجد ناضي كتقلب على واحد البارتنير واحد الشريك اللي غيمشي معك ويحقق معك هذا اللي شفناه الان فاكيد غادي يكون هي الشركه اللي اختارينا حنا او ذاك او ذاك العربه ولا ذاك السياره وذاك سبوتنيك اللي غادي يدينا لهذا يعني هاد الاشياء اللي شفناها حنا اللي هي الشركه ديال من ديال بي ام انترناسيونال اللي تم يعني اكيد انها كانت من بين الشركات الاولى اللي تم تاسيس ديالها سنه 1993 بدوله المانيا وكذلك هنا كنشوفوا امامنا صاحب الشركه هو غولف زوك وكما كنشوفوا انها الان كتحتل الرتبه التاسعه عالميا وهذا ليس بالهين واكيد كما شفنا على ان هذيك يعني هذاك التمركز ديالها من بين 18 شركه ديال هذه السنه هذه اللي تعدات المليار دولار فاكيد ما غتكون الا هالشركة الشركه هذه اللي شفناها قبيله غادي نشوفوها وغنطلعوا عليها وغنتكلموا عليها لان اولا هي صبحات كتسود العالم باسره وصبحات ما يفوق 45 دوله على الصعيد العالمي وعندها مكاتب لكل مكتب كيمثل قاره او كونتينون واكيد على انها صبحات عندنا في دوله المغرب اللي ان شاء الله ديجا الافتتاح ديالو في 29 10 2022 وفعلا كان يوم جميل في ذاك النهار اللي تلاقينا فيه وكان فعلا في مكسب يستحق والان الحمد لله صبح عندنا مكتب اللي كيمثلنا في دوله المغرب واللي كيمثل القاره الافريقيه ماشي فقط يعني دولة المغرب وإنما هو لأن كما قلت لكم إلا لاحظتوا هذوك المكاتب اللي شفنا قبيلة كيمثلوا القارات والمغرب هو اللي كيمثل القارة الإفريقية وأكيد على أن هذه الدولة كتستحق من خلال هذه النجاحات وهاد, الـ وهاد, الـ وهاد, الـ وهاد, الـ وهاد الـ الأشياء الجميلة اللي ولينا كنشوفوا على دولة المغرب إذا غادي نتكلموا شفنا الآن شركة شفنا يعني التمركز ديالها ولكن غادي بغينا نزيد أنه أكثر ونعرفوا كيفاش كتخدم هالشركة الشركه هذه الشركه عندها واحد الكوميتي سيانتيفيك اللي هي كتسهر على هاد المنتجات وكذلك وكذلك منخرطه مع مختبرات خارج الشركه اللي ما عندهاش علاقه بحال جي ام بي بحال الاي لاب يعني هاد الشركه اللي كتخضع لهاد هاد المختبرات اللي هي دقيقه يعني يعني حاده في الجوده ديالها وفي الدقه ديالها اكيد على انه غادي تعطينا واحد المنتجات اللي في المستوى وغادي نتكلموا على اجمل شيء وافضل ما كتملك هاد الشركه هادي هي واحد لا تكنولوجي او واحد لو كونسيبت اللي هو ناقل المغذيات لمن لدوك الخلايا في المكان والزمان يعني هاد الان تي سي اللي كنسميوها الان تي سي اللي هي كونسيبت دو ترونسبور دي نوتريمون اللي دور ديالها شنو هو انه مجرد ما كتاخذ هاد المنتجات مباشرة كيبدا العمل الان تي اش كدير؟ كتصيفط كل كل يعني يعني انغريديان كل فيتامين كل معدن كل يعني كل ما كيملك هذاك المنتج من فوائد كيمشي فين؟ كيمشي للاماكن ديالو لي ديالو في المكان والزمان وبالتالي كيكون ليفي ما كيتعداش من خمسه ل 15 دقيقه حتى كتحس بذاك يعني ذاك ردة الفعل ديال ذاك المنتوج في الجسم ديالك وحنا كنعرفوا بان هالشركة الشركه هذه عطاتنا اربعه ديال ليغام او اربعه ديال ديال الباقات او عفوا اربعه ديال, ديال الاشطر اللي هما عندك لا نوتريسيون اللي هي التغذيه كذلك مواد التجميل وكذلك التحكم في الوزن وكل ما هو رياضه لان هاد المنتجات كلها كتشمل هاد الاربعه ديال هاد لي قام هادو هادو اذا كما كنعرفوا عطاتنا هنا جوج ديال الاشكال او جوج الانواع عطاتنا منتوج اللي كناخذوه في الصباح ومنتوج اللي كناخذوه في الليل لاحظوا معايا مثلا الى شفنا هاد المنتوج ديال البازيك ولا مثلا جينا 50 بور كوكتيل هذا اللي هو قدامنا هذا فقط هذا الشاصي هذا كيحتوي على كيلو ونص من الفواكه والخضر كيلو ونص دونك لاحظ معايا هاد الشاصي هذا يوميا كتاخذو وبالتالي يوميا كتحس بالجسم ديالك فيه واحد التاثير اللي جد جد رائع والحمد لله ان دولة المغرب قدروا على انهم يومولوجيو او 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 ديجا خداو يعني تصريح ديال الموافقه ديال وزاره الصحه ديال خمسه المنتجات اللي هما امامنا كنشوفوهم على الشكل التالي اذا عندنا اول منتوج اللي هو الباور كوكتيل وهذا الباور كوكتيل اللي فعلا ما غنتكلمش انا عليه سيونتيفيكمون لان انا ماشي طبيب ولكن غنتكلم الاستعمال ديالو كيفاش انه لما استعملته اول مره شنو الاحساس ديالي ولما استعملته المره الثانيه والثالثه والرابعه والعشره شنو هو الاحساس اللي كان في الجسم ديالي اذا لما كنتكلموا على الباور كوكتيل اللي هو كيحتوي على ازيد من 60 فاكهه وكذلك خضر صور معايا ستين فاكهه وخضر كتاخذها يوميا يعني لما كنتكلموا على كيلو ونص هذاك الكيلو ونص راه بودر طحون يعني كونسونطري في الجسم ديالك مباشره غير كتاخذ باش كتحس مباشره كنحس بعدا بواحد لوجو ممتاز ثانيا كنحس بالشبع كنقول لم نفطر ولكن حنا كنعرفوا بان كنفطروا علاش لان كتقول ما عرفتش ربما ولكن مرارا خديته وما فطرتش ما حسيت حتى بشي تغيير في الجسم ديالي بالعكس كاين طاقه كاين حيويه وكاين واحد النهار داك الشيء غريب خديته في 6 الصباح ما تعشيت يعني النهار كامل ما كليتش حتى ل 10 الليل وكانت فعلا كانت شي حاجه اللي كانت بيزار وما حسيت حتى بشي حاجه خديت فقط معاه واحد المنتوج اللي غادي نشوفوه حتى هو كذلك البازيك اللي وريتكم الان اللي احتوى فيه 30 فاكهه وخضر واللي هو وهذو كلهم لا الباور كوكتيل ولا هذا البازيك ولا المنتوج اللي غادي نشوفوا كلهم عندهم واحد الدور جميل جدا شنو هو لا ديجيستيون حنا كنعرفوا ان مشكله الهضم هو اكبر مشكل كنعانيو منه حنا كبشر وجميع المشاكل اللي كتجينا بالجسم ديالنا سواء داخليا سواء خارجيا وكتكون دائما من خلال السموم اللي كتتراكم لنا في الجسم ديالنا وفي الامعاء ديالنا ولكن هذا فيه واحد الشيء جميل جدا انه كيسهل لنا دائما كوتي ديال الترونزيت وكيكون دائما عندنا واحد النظافه في الكولون ديالنا وبالتالي جميع الامراض كتمشي راسها تلقائيا دونك هذا اولا كما قلنا فيه كيساهمنا في الدفاع على لو سيستيم ايميونيتير ديالنا كذلك اونتي اوكسيدون يعني كيحارب السموم في الجسم ديالنا وكذلك كما قلنا الفاسيليت عندك لا ديجيستيون وكذلك كي ريغولاريزي الجليسيمي وحنا عندنا معنا جوج الاخوات ما حاضرينش معنا اليوم اللي هي مدام بهيجه ومدام زينب اللي خداوه بوندون يعني مده ديال 3 شهور فعلا كان نتيجه كانت مبهره خصوصا السيده بهيجه اللي كان عندها 13 في الخزان ديالها السن ديالها 64 سنه كان عندها 13 في الخزان ديالها فاش دارت التحليلات في شهر 9 او شهر في شهر 10 لقات عندها 6 ونص ومدام زينب اللي في دوله قطر اه حتى هي كانت عندها 10 او 9 فاصله شي حاجه الان عندها دار تحليلات مؤخرا لقات عندها 6.8 او 6.9 وهذا راه ماشي ساهل دونك اكيد على انه هاد المنتجات الدقه ديالهم والجوده ديالهم كيعطيونا كي هاد المفعول هذا وهنا كيجينا واحد المنتوج الرائع اللي هو لو شوشو ديال هاد لاغام كامله اللي هو الاكسيفايس هاد الاكسيفايس اشنو فيه شنو كيعطينا كي اولا كيحرق لنا الدهون في الجسم ديالنا يعني تاخذوا يعني شاك جور اول حاجه غادي تلقى راسك طيحتي في الوزن ماشي نقصتي في الميسكل طيحتي في الوزن ان فلاسانتور ديالك غادي تلقى نقصات الى كان عندك واحد العدد مثلا 90 الى استعملتيه غير شهر مواظب عليه يوميا اكيد على ان غادي تلقى فلاسانتور ديالك نقصات علاش لانه كيحرق الدهون كذلك كيعطينا كي الطاقه علاش لانه كي اكسجيني لنا لي ديالنا وكيعطينا واحد البوفيت شالور في ظرف 10 15 دقيقه كتحس بواحد السخونيه واحد الحموريه وكتحس براسك فعلا دخلات في الجسم ديالك شي حاجه اللي كتعطيك القوه والنشاط وكذلك الحيويه وهنا وكيساعدنا حتى للتركيز. على التركيز وحنا كنعرفوا راسنا وما احوجنا الى التركيز كذلك كما قلنا كيعطينا لي في وكيحتوي على جميع الفيتامينات بي اللي هي البي 1 البي 2 البي 12 بي 6 دونك شامل وكامل ودائما هذه المنتجات هي طبيعيه مئة في المئة وكذلك بورتي دونك باش حتى هذه النقطه يعني خص نشيروا لها اذا هنا عندنا كيجينا الريستوريت الريستوريت اللي هو هذا الشاصي هذا اللي الدور ديالو فعلا دور جميل جدا وهذا كناخذوه بالليل اولا صالح الناس ديال الرياضه كذلك الاكتيف صالح الناس ديال الرياضه وهذا صالح الناس ديال الرياضه والناس العاديين اولا كيساعدنا في النوم ثانيا كيحيد لنا داك لي كورباتيغ داك اللحم خصوصا الناس اللي كيديروا واحد المجهود يعني بدني وكذلك اشنو فيه كيساعدنا فيه اولا فيتامين دي وفيه كذلك الحديد وفيه المانيزيوم وفيه الكالسيوم وفيه يعني شامل وكامل وبالتالي كتنعس كتلقى راسك فعلا كتنعس نوم هادئ ولكن ماشي كتنعس ذاك النعسه اللي ما تفاتش بالعكس اي حركه دبيب النمله كما تنقولوا كتحس بها ولكن كتلقى راسك ملي كتفيق كتلقى لو كور ديالك سليم 100% وكيعطينا كذلك الاستعداد ليوم اجمل وهنا كيجينا جينيراسيون 50 اللي هو حتى هو كيجمع لنا واحد ربعه ولا خمسه ديال المنتجات اللي هو هو هذا ينصح به للناس اللي كيفوق 50 سنه ولكن حنا كنعرفوا ان الوضع الحالي اللي كنشوفوا هاد الاكسيداسيون والمشاكل ديال لو ستريس وكذلك لاليمونتاسيون وكذلك يعني المجال ديال لابوليسيون فاي واحد يمكن ياخذ المنتوج هذا لان فعلا في اشياء جميله في توا كونسونطراسيون كيساعدنا في الكوديس اللي هي خاصه بالقلب في الفيتامين ا بالنسبه للعينين الناس اللي عندهم ضعف النظر وكذلك يعني عندك الاوميغا 3 يعني شامل وكامل كونسنتراسيون هشاشه العظام آه كي كي, كي قادنا قد القلب يعني كيساعدنا في اشياء جميله وهذا فعلا جميل واجمل ما فيه انك تلاقيه مع الباور كوكتيل وجينيراسيون 50 وتاخذهم في الصباح اجان فكون على يقين اليوم ديالك يكون رائع جدا اذا وهنا كاينه الباقه ديال الكوزميتيك ما غنتكلموش عليها لان مازال ما عندناش في المغرب دونك ومن بعد ان شاء الله نتكلموا عليها وعندنا جيستيون دو بوا اللي تكلمنا عليه التحكم في الوزن اللي حتى هو ان شاء الله اكيد على انه غادي يكون عندنا قريبا في دوله المغرب وكما كنعرفوا كنشوفوا الان عندنا واحد لي ستار اللي هما مشهورين لا من ناحيه التنس ولا من ناحيه كره القدم وهادو يعني دي ستار اللي معروفين على الصعيد العالمي واللي هما كيستعملوا البرودوي في ديال فيت لاين او ديال بي ام ماشي كيديروا ليه الإشهار وانما كيستهلكوه لان كما قلنا في هذه العلامه الزرقاء لان الفوق اللي هو اونتي دوباج اللي ما منشط وبالتالي كتحس عندك واحد الحيويه واحد الطاقه بدون ما تأذي الجسم ديالك اذا هنا غادي نتكلموا على انه عندنا اشياء جميله اللي كيمكن لك تحقق فيها الاحلام ديالك وكذلك المتمنيات ديالك والاهداف ديالك مع من مع هاد الشركه هذه. وخصوصا ان كنعرفوا هاد السنه الشركه ديال بي ام تعدات 2 مليار و350 وهاد السنه ديال سنه 2022 اكيد على انها غادي تكون قربت ل 3 مليار وهذا كما قلنا ما كيدل على الا على الجوده والدقه والاحترافيه ديال هاد الشركه هادي اذا كما شفنا ان هاد جوج مليار و350 ديال السنه الفارطه اكيد على ان عندنا فيها حقنا شحال بغيتي يكون عندك شي فرد افير ديالك فيها شحال بورسونتاج بغيتي يكون فيها كاين عندنا جوج طرق سواء البيع يعني كما كن كما تكلمنا قبيله انك تبيع اون لين ولا فاس فاس او دير ريزو او ديرهم بجوج اللي هو يعني قوي في البيع كيمكن له يستعمل كاين كي ناس كيقول لك شوف انا أعطيني نبيع ولكن تقول لي نهضر مع شي واحد ندير ريزو انا ما عنديش مع ذاك الشيء كاين واحد كيقول كي لك شوف انا هضر معايا في الريزو انا البيع ما كنفهملوش وكاين شي واحد كيقول لك شوف عطيهم لي بجوج دونك كل واحد كيختلف كي الدخل ديالو على الثاني وبالتالي حنا كنشوفوا هنا هذا السلم ديال ديال المداخيل اللي كتبدا من 2500 درهم وانت طالع حتى ل 90000 درهم وهذا اكيد من بعد واحد العمل جبار واللائحه مازال طويله ولكن احنا حاولنا نقتصروا على هذه النقطه هذه وكنشوفوا احنا مثلا البدايه الاولى اللي هو واحد الرتبه ديال المانجر اللي كتعطيك تقريبا الدخل ديال واحد 2500 درهم وكذلك كنمشيو مباشره لواحد الرتبه اللي هي كتخوننا اشياء كثيره كتفتح لنا اللي هي انترناسيونال ماركتينغ مانجر اللي هي اي ام ام اللي يعني تقريبا كتعطينا واحد 10000 درهم ديال المداخل ديال النشريه سواء هنا لان علاش كنقول تقريبا لان واحد كيدير الريزو الدخل ديالو ما غيكونش بحال واحد كيدير الريزو والاخر كيدير الفونت وواحد كيديرهم بجوج اكيد على ان الدخل ديالو غيكون ماشي هو لا ديال اللي كيدير الريزو ولا اللي كيدير الفونت دونك كل ما زدتي شي حاجه كل ما كيزيد الدخل ديالك وبالتالي يعني كتولي عندك لما كتجمع بجوج فكيكون عندك زبناء قارين وكذلك موزعين قارين فاكيد على ان غيكون عندك مداخل طالعه وطالعه بزاف اذا بالنسبه هاد الشركه هادي غادي نشوفوا اشنو هما يعني لي سافونتاج ديالها ولا ديالها اللي شفنا قبيله مباشره لما كتنخرط مع هاد الشركه كتوصل بواحد المجموعه ديال لي زيميل اللي كيدخلوك لواحد لواحد النطاق ديال من ديال الفورماسيون ديال انك توجدك كتحضرك كتعطيك جميع المعلومات الخاصه بالشركه كذلك ملي كتوصل لواحد الرتبه ديال هادشي كله كنقولوا لما كنوصلوا لهذا الرتبه ديال من ديال انترناسيونال ماركتينغ ماناجر اي ام ام على هادشي كنقولوا ان الانسان لما غيدير الريزو اول حاجه يركز عليها هي الرتبه ديال اي e ام لان منها كتفتح لك هاد الاشياء اللي غادي نشوفوا الان يعني مثلا اي فوا كتوصل كيولي عندك بروغرام انك تمشي لالمانيا كيكون عندك فورماسيون سبيسيال كيعطيوك شنو هما لي زوتي دو وكيفاش يمكن لك تشتغل في السنين الجايه او الشهور الجايه كذلك كتربح سفريات مجانيه بدون تكاليف فقط انك تجمع لا ديالك وهما كيتكلفوا بك لا من ناحيه البيي ولا من ناحيه لوطيل ولا من ناحيه الماكل فقط الا بغيتي دير معاك فلوس وجيبك دير تجيب كادويات الاصدقاء او الاسره كذلك كتدخل في نظام ديال السياره البروغرام ديال السياره حنا كنعرفوا بان حنا مازال يلا شركه جديده مازال ما كاينش الناس اللي ربحوها هنايا مي جانا واحد السيد كنت كنت تلاقيت معاه انا في الدار البيضاء واحد السيد سمير فعلا وسالته قال لي وصلت الرتبه ديال اليمن بعد ربع شهور مشيت طلبت السياره فدا قلت له شحال الثمن ديالها قال لي 70 مليون دونك الشركه هي اللي مكلفه اللي كتخلص له هذوك لي كامل وبالتالي اخر واحد المده راه داك السياره ديالك وفعلا كتكتب لك الاسم ديالك وحتى هنا في دوله المغرب دارت يعني كونفونسيون مع البي ام وربما غادي حتى شي شركه واحده اخرى اللي مازال ما عندناش التفاصيل بان شاء الله اكيد على انه غادي يكونوا التفاصيل كذلك كتدخلك في واحد البروغرام ديال التقاعد وما احوجنا الى التقاعد حنا كنعرفوا ناس انها كتشتغل ليل ونهار واللي عنده لي فورس ولكن النهار اللي كي اللي كيسد ما كاينش دخل دونك هنا الحمد لله انه كاين واحد البروغرام الغوتخيت اللي كتولي انت كتبروغرامي على حسب المده اللي بغيتي انت وفي الاخير سوا كتاخذ كابيتال يعني كتاخذ مجموع كامل سوا كتاخدو يعني دفعات كما الغوتخيت العاديه دونك هذا فقط ان لما كنوصلوا لواحد الرتبه ديال انترناسيونال ماركتيك مانجر وهنا ايضا اعطتنا او يعني وفرتنا واحد الوسائل العمل اللي كتسهلنا الولوج لجميع المعلومات الخاصه بي ام اللي هاد عندك هاد لي هادو ديال بي ام وكذلك دارت واحد كذلك واحد واحد التلفازه اللي سماتها بي ام تي اللي كتنقل لك جميع يعني لي زيفينمون اللي كيكونوا يعني في الشركه او كيمكن لك تدخل لها وكتلقى فيها جميع الاشياء اللي فاتك وكتشوفها بطريقه اللي هي سهله وسهله جدا فقط كيطلبوا منك لو كود يعني خصك تكون منخرط ماشي واحد بارتيكولي وهنا كنشوفوا ان الشركه كذلك فكرت في واحد الجانب انساني واللي هو يحسب لها انها انشات واحد الفونداسيون سماتها وورد فيزيون او فورد او بورت فيجن فيجن اللي هي اشنو هي اللي على حسب اخر الاحصائيات اللي سمعت انا وصلت ل 5200 طفل اللي احتضنتهم وكترعاهم من الالف بالماكل ديالهم بالملبس ديالهم بالتطبيب ديالهم بالدراسه ديالهم بكل ما هو يعني كيحتاجوا هذاك الطفل سواء في القاره الافريقيه سواء في القاره الاسيويه واكيد على انه ان شاء الله ده ضروري ان حتى دوله المغرب غادي تنال حق هذوك الاطفال المتخلى عنهم غادي ينالوا حقهم في هذا في هذا العمل اللي هو انساني الوغ هنا كنجيو غادي نقولوا بانه كنشكركم على الحضور ديالكم سمعتوا فهمتوا شفتوا الشركه منتجات المنتجات ديالها شفتوا لو باركور اللي كيمكن لك بوحديتك الا كنتي عجبك هذا المشروع فكنقول لك مرحبا بك ما عجبكش وقلتي هذا الشيء ماشي ديالي غادي نقول لك شكرا لك على الحضور ديالك ولكن اكيد على انك تعرف ناس اللي يبغيو يشتغلوا في هذا المجال فكنقول لك اعطينا الارقام ديالهم وكذلك كاين اللي غادي يكون قال لك عجبني هالشي ولكن فقط البرودوي نقول له اهلا وسهلا بك وكيمكن لك يعني تخوض التجربه ديالك للبيع عبر الانترنت او البيع المباشر اللي هو دوما اما او بغيتي يعني دير انت لو ريزو كنقول لك كذلك مرحبا بك وانه معك اذا علاش لانه هذا المجال هذا ما كيتطلبش منا هنا غادي نعرفوا كيفاش غنشتغلوا لان يعني هي اخر هي اخر حصه كيفاش غادي نشتغلوا في هذا المجال هذا ما كيطلب منك والو كيطلب منك هاتف وانترنت يكون عندك هاتف ذكي وانترنت وانت كتختار المكان والزمان سواء كتقول انا غادي نشتغل نص ساعه في النهار سوا غادي تقول انا غادي نتفوكاليزا غادي نخدم لو بلان طون ديالي كامل لان بانت اوبورتونيتي انني نمشي فيها للقدام وبالتالي هنا كتختار اما بغيتي دخل فوري انك كتشري البرودوي كتبيعو سور بلاس يعني كدير كوموند ديالك فيها واحد العدد ديال لي زاكتيفايس ريستوريت اكسيتيرا انت كتشوف من بعد ما كدرس البرودوي كتشوف شكون هو البرودوي اللي غيمكن لك تنجح به وكيكون هنا عندك دخل اللي هو فوري وهنا او كتزيد مع الريزو وكيولي عندك واحد يعني يعني بروغريسيف ما لقيتش الكلمات ديال يعني هنا غيكون عندك دخل تدريجي بحدك انت كتزيد والدخل ديالك كيكبر بحدك انت كتزيد والدخل ديالك كيكبر لا من ناحيه البيع ولا من ناحيه الريزو وهنا كذلك كيقول لك يعني توس فعلا كما قلنا كي الكبير كي الصغير كي الامي كي اللي قاري بزاف كي اللي قاري شويه فقط لان تكون عندك لا فولونتي تكون عندك القريحه ديال النجاح المضي قدما ما كيمكنلكش تمشي فيه واكيد على انك دائما يعني عندك واحد واحد الطاقم اللي كيسهر معاك على جميع المعلومات سواء الابلاين ديالك سواء الشركه والجميل في الشركه على تمنحي انه تمنحية الناحيه الطبيه انها وضع واحد الطاقم طبي اللي شفنا ديك الكوميتي سيونتيفيك اي سؤال ما تسالنيش انا ما طبيب معك دخل كتب مباشره كيجاوبك المختص فورا وهذه حتى هو جانب يحسب للشركه كتكون دائما عندك جواب يعني مئة في المئة سليم ما فيش ربما تسالني انا مرضاش نبي نبي يعني ما رضاش نبين بانني ما فهمتش وغرتاجل ربما يكون ذاك الجواب ديالي يكون غلط وخلق لنا واحد المشاكل كذلك هنا كتقول لك اوكان كان ريسك او لونسمون، كيفاش هذا اوكان ريسك لونسمون؟ غادي نشوفوه ما نتكلمش عليه دابا غادي نشوفوه حتى وكذلك هنا شنو خصك هنا انك هنا ندوزو باش نشوفوا هاد النقطة هادي هادي لأن هنا شنو كتركز؟ كتركز على جوج الأشياء اللي شنو هما اللي الصحة والمال وحنا عطاني عليهم بجوج، عطاني على الصحة وكذلك عطاني على المال وبالتالي كنقول لك العملية كيفاش تبدا سهله انه هذا السيد اللي دعاك او اللي عطاك هذه الفكره كتطلب الرابط ديالو كتشجل كتاخذ البرودوي كتبدا كتعلم من بعد كدير داك لا ديبليكاسيون الاستنساخ وفي الاخير اكيد على انك غادي تبدا عندك لا من ناحيه الصحه ولا من ناحيه المال كتبدا تفهم اشنو خاصك وهنا كنشوفو عندنا جوج ديال لي شوا او جوج ديال الاختيارات سواء بغيتي تبدا بواحد الباقة اللي سميتها تيم بارتنر وغيكون عندك 20% ديال الريديكسيون يعني 20% ريديكسيون ولا تبدا بالباك مانجر اللي هو كيخول لك الحق في 30% ديال الروميز وهنا غادي نقول لك واحد النقطة ذاك لو اللي تكلمنا عليه ما عندكش لو ريسك بصفة نهائية لأن في خلال 30 يوم كتقول لك الشركة ساتيسفي و رومبورسي كيفاش ساتيسفي و انك خديتي البرودوي خديتي مثلا باك ماناجر خديتي جوج لي برودوي اللي كنت ريستوريت باور كوكتيل بديتي كتستعملهم انت عجبوك وبغيتي تبارطاجي مع الناس اللي يكونوا معاك عطيتي لهذا عطيتي لهذا استعملوه 10 الناس ولا 6 الناس ولا جوج الناس قالوا لك هادشي ما منوش شي راه ما درنا حتى شي حاجه انت شفتي راسك ربما ما عجبكش الحال إذا آش كدير؟ كنقول لك حافظنا على الكريتنات في 30 يوم يعني في داخل 30 يوم 29 يوم إما كتصيفط للشركه كتكسب لهم أو كتهز البرودوي وكاسدي لو كنتي قريب كتقول لهم اودي اسمحوا لي ما عجبنيش ديالكم كردوا لك فلوسك وهنا يبقينا ما عندكش ريسك نهائيا إذا آمن بالنسبه للمنتجات وآمن بالنسبه للإستثمار وهنا غادي نقول لكم يعني اجمل شيء اللي كاين في هذا التيم اللي عندنا اللي هي واحد لا باور تيم اللي كتسهر على جميع المعلومات تعطيها لنا بوفره بجميع الطرق سواء عبر زوم سواء عبر الفيسبوك سواء بالمباشر يعني سواء بالفيس يعني فيس تو فيس فاس فاس بجميع الطرق فقط على انك تكون واجد باش تاخذ هذه المعلومات واكيد على انه الى الانسان تفورما وعمر راسو اكيد على انه يزيد لقدام وينجح ينجح شكون اللي ما كينجحش هو اللي كيبقى في بلاصتو اللي كي كي كيدير واحد يعني واحد الدخ محتشم انه فقط كي كياخذ داك البرودوي وكي وكيتعزل وفي الاخير كيقول كي لك ودي هذا المشروع ما منوش ولكن لا هذا العمل ديالنا كيطلب منا العمل الجماعي ولو بارتاج ونتعاونوا واكيد على اننا نوصلوا كاملين اذا هنا غادي نقول لكم جيت على نهايه هذا العرض هذا تبارك الله عليكم شكرا لكم كاملين بغيت غير نشوف يعني شكون اللي حاضر معنا اليوم كاين شي مداخله كاين شي سؤال نفتحوا الباب مادام انه مازال عندنا شويه الوقت واحد جوج دقائق معكم إذا كاين شي سؤال كاين شي مداخلة ما كاين حتى مشكل سينو غادي نقول لكم تبارك الله عليكم وامسيتكم سعيدة شكرا لكم كاملين ولقائنا السنة المقبلة إن شاء الله سنتكم سعيدة وتحياتي لكم وإلى الملتقى في القريب العاجل بارك الله فيك للرحمة وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله بحول الله تحياتي لكم